من جهتها ناقشت اللجنة الإدارية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم مشروع القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي لسنة 2015. كما بحثت اللجنة الأسباب الموجبة لمشروع القانون مع أصحاب الاختصاص للخروج بقانون عصري يمنح الكثير من التسهيلات في مجال الاستثمار ويوفر المقومات السياحية المطلوبة في المنطقة، لا سيما من حيث منح الإقليم صلاحيات واسعة في منح الامتيازات والتسهيلات الاستثمارية، وبما يعود بالنفع على أبناء لواء البتراء.